حماية حقوقية تابعنا بقلق بالغ التداعيات ديال جائحة كورونا في العلاقة بالتداعيات الاقتصادية والاجتماعية خاصة لدى الفئات الهشة، وأساسا كخصوصية ديال منطقة الغرب، خاصة إقليم قنيطرة، سوق أربعاء الغرب، مولي بوسلام، سيدي سليمان، سيدي قاسم، هناك نساء في وضعية هشة اللي هما نساء العاملات الزراعيات، عاملات في القطاع الفلاحي، عاملات المقف. هذه فئات تضررت بشكل كبير وهي تتعيش واحد الاوضاع اجتماعيه واقتصاديه قاهره، اوضاع ديال الفقر، اوضاع ديال الاستقرار المادي، اوضاع ديال التفكك الاجتماعي، وزادها هاد التداعيات ديال وقف العمل والنشاط الفلاحي والصناعي، وضعيتها تضررت رغم واحد العدد ديال الاجراءات ديال الدوله في الدعم الاجتماعي ديال هاد القطاعات الغير المهيكله. فنلمس وضعا كارثيا ومأساويا في حاجة إلى تدخل عاجل من طرف الدولة في إطار واحد الاستراتيجية وطنية تروم نهوض بمجمل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفئات الهشة، وأساسا العمال والعاملات الزراعيات وعاملات القطاع الفلاحي. العاملات الفلاحية والزراعية غير مرخص بهن لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من اعتاد الدعم ديال 2000 درهم في الشهر وفي مارس 1000 درهم ما توصلوش بها، إذا الفئات كثيرة ما عندهاش بطاقة الرميد، إذا اضطروا أنهم يلتجؤوا لذاك الرقم كناس ما عندهم حتى شي حماية اجتماعية، توصلوا بواحد المبلغ هزيل اللي هو 800 درهم في هذه الظروف. اعتقد الامر صعب على المستوى المعيشي وعلى مستوى التدبير اليومي ديال المصاريف وديال عائلات، لان تلقى اسره فيها 4 5 ديال الاطفال. الدوله مطالبه، القطاعات الوزاريه المعنيه، وزاره ديال التضامن، وزاره ديال التشغيل مطالبين بالبلورات اجراءات وقرارات عاجله، لان اوضاع بالفعل اوضاع كارثيه ومأساويه. ولاحظنا واحد العدد ديال النساء تيخرجوا الان للتشرط، تيخرجوا للتسول في امتهان الكرامات الانسانيه ديال النساء. كمجتمع مدني كان هناك دق لناقوس الخطر بخصوص فتح بعض المنشآت الصناعيه وخاصه المعامل ديال الكابلاج المتواجده في المنطقه الصناعيه بجامعه عامر السفليه بضواحي القنيطره، وكذلك دق ناقوس الخطر بخصوص فتح بعض المعامل ديال الفريز في القطاع الفلاحي في مولاي بوسلام، وجات منهم جوج ديال الحالات مؤكده، حالات ايجابيه لحامله صحابها الفيروس كورونا. علاش هذه المنطقه ديال مولاي بوسلام؟ لان العاملات في القطاع الفلاحي في الفريز بالخصوص يتحدرن من مناطق ديال العريش، من قادمات من الشمال، وبعد كشف هاد جوج ديال الحالات تم وقف العمل. كان المطلب الحقوقي والمدني وديال المواطنين وديال الساكنه ان اولا شروط ديال السلامه الصحيه وديال المتابعه ديال المصالح المعنيه ديال العمالات ديال اللجان المختلطه من اجل توفير شروط السلامه الصحيه للعمال والعاملات، اداك ممكن انطلاقه جديده للعمل. اذا سجلنا عدم الانتباه من خلال هذا المعطى ديال مولي بوسلام.